السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس نكون مع حضراتكم كل يوم اثنين من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11 إلى ربع، بنتكلم فيها عن كل الأحداث العالمية. عندنا أسبوع ساخن جدا، مباريات الدوريات الإنجليزي الإيطالي الأسباني، وأيضا مواجهات دوري أبطال أوروبا نتكلم عليها. لكن في البداية خلونا نتكلم عن نادينا العظيم، نادينا الكبير، وزيارة من معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للكابتن محمود الخطيب في منزله. الزيارة طبعا أكيد فيها نوع من الإطمئنان على حالة الكابتن محمود الخطيب، وبما أن قيمة وقامة الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي طبعا كبيرة جدا جدا جدا، فكان لابد من وجود معالي الوزير في منزل الكابتن محمود الخطيب. طبعا بسبب احتواء في البداية أكيد للإطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب بعد طبعا يعني مشاكل الظهر اللي بتواجه الكابتن محمود الخطيب والعلاج اللي تلقاه في الإسكندرية تحديدا، وأيضا لحل أزمة مباراة الجونة اللي جت بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك. زي ما حضراتكم شايفين بعض الصور اللي موجودة من داخل منزل الكابتن محمود الخطيب، لكن طبعا قيمة الكابتن محمود الخطيب وإصراره على وجود مجلس إدارة النادي الأهلي ككل علشان يتم الاجتماع مع معالي الوزير والمناقشة بشكل عام. وطبعا وجود المجلس ده بيدل وبينم على أن الأهلي دايما عيلة واحدة، مجلس واحد، ما ينفعش الأهلي ياخد قرار منفرد. الأهلي لما بياخد قرار لازم ياخد الأهلي قراره ككل. بيتم مناقشة حاليا الأزمة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويعني وضع حل بسبب بيان النادي الأهلي لعدم خوض مباراة الجونة القادمة يوم الأربعاء على ملعب الجونة. علشان كده بقول لحضراتكم دايما أن النادي الأهلي عمره ما بياخد قرار فردي، لازم القرار يكون جماعي، ووجود معالي الوزير أكيد طبعا يعني أكيد نقدر هذه الزيارة. لكن أيضا زي ما حضراتكم عارفين قيمة الأهلي وقامة الكابتن محمود الخطيب طبعا كلنا عارفين في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي، أكيد طبعا تحتم على سيادة الوزير زيارة الكابتن محمود الخطيب ووضع يعني حل يرضي جميع الأطراف. لكن طبعا لحد الوقت ما فيش أي قرار تم إصداره ولا في أي بيان طلع من النادي الأهلي، وأكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن أي بيان بيكون موجود أو حضراتكم ما تعرفوه يا إما من خلال موقع النادي الأهلي الرسمي أو من قناة النادي الأهلي الرسمية، غير كده كله اجتهادات. الكل بيجتهد، لكن طبعا الكل بيجتهد في مصلحة الأهلي وفي حب الأهلي، والجمهور مترقب. لكن زي ما حضراتكم عارفين أن يعني بيان النادي الأهلي واضح وصريح، مفيش لعب مباراة جونة لحد اللحظات اللي حضراتكم شايفينها أو لحد اللحظات اللي حضراتكم عايشينها حاليا. لكن طبعا الاجتماع ممتد من يعني صباح اليوم، لكن لحد دلوقتي مفيش أي جديد. أول ما يكون في قرار أكيد حضراتكم هتكونوا أول من تعرفون هذا القرار، سواء على موقع رسمي للنادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي في أي برامج أو أي برنامج من البرامج اللي بتبث على الهواء مباشرة على قناة النادي الأهلي. نروح بقى ونشوف ونتابع ونتكلم شوية في الكرة العالمية علشان ما نطولش على حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أبرز اللقاءات اللي كانت موجودة في الدوري الإنجليزي، لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد اللي كان على ملعب الأولد ترافورد، وغياب محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول ولكن ليس بداعي الإصابة. كل الناس اللي قالت أن محمد صلاح مش جاهز لمباراة بوتسوانا أو جاهز لكنه بيحاول ما يكونش موجود في مباراة منتخب مصر، بيحاول أجمل الكلام اللي كان بيثار على السوشيال ميديا، لكن محمد صلاح أثبت لكل الناس أنه هو فعلا غير جاهز وكان غير مستعد للقاء منتخب مصر أمام بوتسوانا. أبدا مش محمد صلاح اللي يهرب ولا محمد صلاح اللي يبتعد عن منتخب مصر، محمد صلاح هو أول واحد بيكون موجود لما منتخب مصر بيحتاجه سواء مباراة رسمية أو مباراة ودية. لكن مانشستر بيقدر أنه هو يحرك فريق ليفربول ويحرمه من ثلاث نقاط مهمين جدا. ليفربول بيحصل على نقطة واحدة فقط من المباراة ويتقلص الفارق ما بين ليفربول وبين مانشستر سيتي إلى ست نقاط فقط. يا ترى السيتي هيكرر نفس الإنجاز اللي حصل الموسم الماضي بأنه بعد ما كان متأخر بثمان نقاط
هيرجع تاني ولا لسه بدري على الملحمة الكروية؟ يعني نتكلم في 29 30 سنة ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودي الفرصة المناسبة ليورجن كلوب وكتيبة يورجن كلوب لإحراز لقب الدوري الإنجليزي. لكن طبعا عدم وجود محمد صلاح مش بس أثر فنيا ولا تهديفيا على فريق ليفربول، ده أثر معنويا وخططيا على طريقة ليفربول، إنه بوجود محمد صلاح كان بيخلق نوع من أنواع الرقابة اللصيقة اللي ممكن تكون موجودة عليه، ففي نفس الوقت تخلق بعض المساحة وتخلق بعض الراحة وعدم المراقبة لساديو ماني اللي كان بعيد تماما عن مستواه في مباراة مانشستر بسبب الرقابة اللصيقة وبسبب الضغط العالي اللي قدر يعمله أولي سولشاير ولاعبي فريق مانشستر في المباراة. طبعا ساديو ماني أحرز هدف تم إلغائه عن طريق حكم المباراة، وكان فيها لمسة يد واضحة جدا، وده بينته تقنية الفار اللي أنا شايف من وجهة نظري إن هي لم تحقق العدالة الكاملة في الدوري الإنجليزي. لكن تخيلوا حضراتكم إن في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي الفار قال إن كورة مش جون وحكم المباراة قال هدف، فتخيلوا حضراتكم دي كانت حصلت هنا بقى، كانت حصل برامج ومداخلات وحديث ونقد وحاجات كتيرة جدا كانت ممكن تحصل، لكن بره الموضوع انتهى جدا بعد ان صفارة الحكم نهاية حكم المباراة والموضوع خلص، لكن تم انتقاد تقنية الفار بشكل راقي جدا وبشكل حضاري. طبعا بكرة هيكون في لقاء دوري الأبطال، والكلام اللي موجود على السوشيال ميديا والكلام اللي موجود في الصحافة وأبرز الأخبار يعني تتناول مباراة جلاتا سراي وريال مدريد على ملعب جلاتا سراي في تركيا، مباراة مهمة جدا. ليه مباراة مهمة جدا؟ موندو ديبورتيفو اتكلمت وقالت ان مورينيو ينتظر خسارة زيدان او تعثر زيدان حتى يتولى القيادة الرسمية لفريق ريال مدريد. طيب تعالوا طيب نروح ونشوف رأي يعني صديقي العزيز والناقد الرياضي والصحفي والمنسق الإعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقة العربية أحمد صلاح، علشان أعرف أخذ رأيه في الخبر اللي بيتصدر الصحف الأسبانية في جاهزية مورينيو لتولي القيادة الفنية لريال مدريد خلفا لزيدان في حال تعثر الريال بكرة في دوري أبطال أوروبا. يا أحمد برحب بيك. أهلا بك عمر وكل المشاهدين. طبعا أكيد سمعتني وأنا بتكلم على الموندو ديبورتيفو والكلام عن رحيل زين الدين زيدان في حال تعثره في اي نتيجه سلبيه في مباراه جلاتا سراي في دوري الابطال، تعثر في المباراه الاولى امام باريس سان جيرمان وتعثر في المباراه الثانيه امام كلوب روج، لكن المباراه الثالثه هتكون صعبه جدا على ملعب جلاتا سراي في تركيا، وانت عارف الاجواء في تركيا في كره القدم مشحونه جدا جدا جدا، والجمهور بيحب كره القدم ولن يقبل باي نتيجه سلبيه على فريق اللي هو جلاتا سراي. هل تفتكر ان لو حصل تعثر لفريق ريال مدريد هل ممكن مورينيو يكون الخيار السليم والصح لا فلورنتينو بيريز لتعويض رحيل زيدان عن ريال مدريد؟ خلينا نتفق ان زين الدين زيدان وقدومه لنادي ريال مدريد كان الهدف الاول والرئيسي منه هو اعاده الليجا مره ثانيه لفريق ريال مدريد، لكن ده مش معناه ان انت تخرج من الدور الاول من دوري ابطال اوروبا ونتائج ضعيفه جدا بالنسبه لريال مدريد في اول مباراتين، وبالتالي هو عنده مباراتين امام جلاتا سراي ذهابا وايابا، المباراه الاولى هتبقى في تركيا والمباراه الثانيه في سانتياغو برنابو. كل الصحف او معظم الصحف في اسبانيا بتتكلم اليومين دول على ان مورينيو ينتظر تعثر زين الدين زيدان عشان يكون محله في الفريق، وزين الدين زيدان في غضب داخل اداره ريال مدريد من زين الدين زيدان لانه ما طورش اداء بعض اللاعبين، كان عنده حلول اكثر من كده يقدر انه يقدمها بخطه اللعب 4-4-2 اللي اثبتت فشلها حتى من فتره الاعداد مع ريال مدريد، هو مستمر بيها وبيراهن عليها في اكثر من مباراه، بالغ في راحه النجوم في مباراه ريال مايوركا، ودي مباراه كان يقدر ان هو ياخد فيها 3 نقاط تخليه موجود في الصداره، لكنه خسر الصداره ولصالح مين؟ لصالح برشلونه. لو لصالح اي فريق ثاني كان ممكن الامور تبقى اهدى من كده شويه داخل ريال مدريد، لكن اعتقد ان الامور صعبه جدا بالنسبه لزين الدين زيدان. زين الدين زيدان ظهر النهارده في المؤتمر الصحفي هادئ تماما وعبر عن ثقته في الفريق، وده يمكن اسلوب زين الدين زيدان على طول انه دايما بيساند فريقه بيدعم فريقه بيدعم لاعبيه حتى لو هو بيتكلم معاهم بشكل اخر داخل غرفه الفريق. اعتقد زي ما قلت لك ان مباراه جلاتا سراي محوريه جدا بالنسبه لريال مدريد وزين الدين زيدان هذا الموسم، لكن يبقى ان عمل كبير جدا لريال مدريد في حاله بقاء زين الدين زيدان في الميركاتو الشتوي القادم والتعاقد مع اكثر من لاعب
في كلام كتير جدا، وكان في لقاء بين زين الدين زيدان وبول بوجبا في دبي من ايام قليله، والبعض بيربط بوجبا برضه بالانتقال لريال مدريد في موسم الانتقالات الشتويه القادم. اجواء صعبه جدا، لكن زي ما انت قلت موندو ديبورتيفو هي صحيفه كتالونيه، دايما الصحف والاعلام الكتالوني يهمه دايما انه يركز على المشاكل داخل فريق ريال مدريد. الامور اهدى شويه في الصحف المدريديه، وبتتكلم على ان زين الدين زيدان عنده مشاكل، لكن مش لدرجه انه لو خسر من جلطة سراي هيرحل على طول، لكن تبقى المشاكل موجوده داخل صفوف ريال مدريد. تصميم زيدان على بول بوجبا يا احمد، هل ده كلفه كتير في الميركاتو الصيف الاخير ان هو ما لحقش يتعاقد مع لاعب في نص الملعب، وده اثر على نص ملعب ريال مدريد بعدم وجود يعني بديل كفء سواء لكاسيميرو او مودريتش او حتى توني كروس؟ انا اتفق مع الراي ده تماما، هو فضل مركز مع بوجبا طول الصيف، وهدفه هو بوجبا وعايزين نتعاقد مع بوجبا، لكن ده ضيع عليه انه يتعاقد مع لاعبين ممتازين جدا كان يقدر ان هو يتعاقد معهم. كان عنده فاندي بيك من اياكس، كان عنده اريكسن اللي باقي في عقده شهور قليله وينتهي مع توتنهام، كان ممكن يضغط ويتعاقد معاه، وكان عنده فرنانديز من سبورتنج لشبونه كان ممكن يتعاقد معاه. ثلاث اسماء لو كان اتعاقد مع اسم او اسمين منهم كانوا يقدروا يشيلوا فريق ريال مدريد، واحنا شايفين ان مشكله ريال مدريد دلوقتي في خط الدفاع وخط الوسط بشكل كبير جدا. اعتقد ان ريال مدريد وتركيزه على بوجبا ضيع عليه فرص في الميركاتو الصيف الماضي، لكن في نقطه ثانيه بتتكلم عليها الصحافه في اسبانيا، وهي ان ريال مدريد بالفعل صرف اكثر من 300 مليون يورو، واحنا عارفين قواعد اللعب المالي النظيف ما كانش يقدر يدفع اكثر من كده الا اذا تخلى عن بعض اللاعبين، وشفنا تعثر لمفاوضات خروج خامس رودريجيز وجاريس بيل اللي ما خرجش في الصيف، فيمكن ده عطل شويه حسابات ريال مدريد، لكن اعتقد مع الاداء الحالي فريق ريال مدريد هيبحث عن حلول في موسم الانتقالات الشتويه القادم. احمد، يمكن نروح للسيتي، والهديه جات للسيتي عن طريق الجار، والجار لما بيقدم الهديه اكيد طبعا بتكون هديه غاليه جدا. اليونايتد او مانشستر يونايتد بيتعادل مع فريق ليفربول المتصدر في غياب محمد صلاح، ويهدي مانشستر سيتي نقطتين مهمين جدا جدا في تقليص فارق النقاط ما بين السيتي وليفربول، 6 نقاط بدل 8 نقاط. الوضع في السيتي عامل ازاي؟ الاجواء جوارديولا واللعيبه، عوده كيفن دي بروين، الانباء اللي بتثار في الفتره الاخيره عن تجديد رحيم ستيرلينج لعقد علشان يصبح 450 الف استرليني اسبوعيا، علشان يكون اغلى لاعب في السيتي بيتلقى راتب اسبوعي او راتب شهري هيتخطى كيفن دي بروين. الوضع في السيتي يعني اخباره ايه؟ بيب جوارديولا، هل فعلا الكلام اللي بيقال ان بيب جوارديولا ممكن يكون فان برونكهورست هو الخليفه بيب جوارديولا الموسم اللي جاي في حاله عدم يعني اكمال او انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي، ولا السيتي بيحاولوا ان هو يقطع الطريق على كل من يحاول التعاقد مع بيب جوارديولا ويجدد تعاقد بيب جوارديولا؟ يعني كلمنا اكتر عن السيتي في كل الاحداث اللي كلمتك عليها. مبدئيا خلينا نتكلم سريعا عن مباراه مانشستر يونايتد وليفربول، بدون شك هي كانت يعني بالنسبه لي
الدور الثاني في دوري ابطال اوروبا، على الاقل ان هو ينتقل الى بطوله اليوروبا ليج. فريق ممتع فريق اتلانتا، وعمل موسم ماضي رائع جدا تحت قياده جاسبريني في ايطاليا، وشفنا ان هو كان ند قوي امام يوفنتوس في الموسم الماضي في مبارياته، لكن لسه الفريق ما عندوش خبره المباريات الاوروبيه، واعتقد ان استمراره بنفس النسق وبنفس الاسلوب فتحت قياده جاسبريني اللي بيقدم اداء رائع جدا مع الفريق، هنشوف اتلانتا في اكثر من مناسبه، ان لم يكن في دوري ابطال اوروبا فهيكون على الاقل في اليوروبا ليج في المواسم القادمه. احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. احمد صلاح المنسق الاعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقه العربيه، بشكرك شكرا جزيلا على التقرير الوافي والكلام المفصل الخاص بريال مدريد والكلام عن رحيل زيدان وقدوم مورينيو، وايضا عن مانشستر سيتي والكلام في الدوري الانجليزي. عايز اقول لحضراتكم ان نسبه فوز زيدان مع ريال مدريد في مبارياته في الدوري الاسباني تقريبا 50%، لعب 20 مباراه، طبعا 10 فوز وخمسة تعادل وخمسة مكسب، فاحنا بنتكلم على مش في الليجا الاسبانيه، بنتكلم في معظم او في كل لقاءات زيدان مع فريق ريال مدريد في كل المناسبات، وبالتالي زيدان هو النسخه السيئه الحاليه مع فريق ريال مدريد. ابدا انا ضد ان مدرب يخوض التجربه مرتين، عمرها ابدا ما نجحت، حتى مورينيو مع تشيلسي في المره الاولى كان محقق يعني انتصارات كبيره جدا وارقام كبيره جدا، لكن عودته مره اخرى ما حققتش نفس النجاحات اللي قدر يحققها مورينيو في الولايه الاولى. ده كان كلامنا في البدايه عن نادي الاهلي في البدايه طبعا، ثم كره القدم العالميه والكلام المهم اللي هنبدا بيه حلقتنا ان شاء الله بعد الفاصل. خليكم معانا، واحداث مهمه جدا جدا على وورلد سبورتس، خليكم معانا. بحضراتكم من جديد، والبداية من الجولات السابقة في الدوريات العالمية، والبداية من الدوري الإنجليزي. هنفكر حضراتكم بنتائج الجولة السابقة اللي بدأت يوم السبت، واللي لسه مباراة يعني بتتلعب في الوقت الحالي ما بين أرسنال وشيفيلد يونايتد. هنقول لحضراتكم نتيجة الشوط الأول كام، ودي آخر مباراة في جولة الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي. نفكر حضراتكم بالنتائج، والبداية من مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل. طيب دي قدام حضراتكم حالا على الشاشه، هنظهر لحضراتكم الجولات او نتائج الدوري الانجليزي في الجوله السابقه. تشيلسي ونيوكاسل 1-0 لتشيلسي، تشيلسي ومانشستر، دي كانت الجوله مانشستر ونيوكاسل، لكن تشيلسي ونيوكاسل 1-0 لتشيلسي، وتوتنهام هوتسبيرز بيتعادل 1-1 مع واتفورد، وليستر سيتي بيفوز 2-0 على بيرنلي، وكريستال بالاس بيخسر 2-0 من مانشستر سيتي. واخيرا اخر مباراه تابعناها كانت يوم الاحد الساعه 5:30 بتوقيت القاهره ما بين مانشستر يونايتد وليفربول، وانتهت بالتعادل 1-1، وطبعا تقدم فريق مانشستر في البداية بهدف عن طريق ماركوس راشفورد، وتعادل آدم لالانا البديل في آخر 5 دقائق من عمر المباراة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في جولة حاليا بتقام او مباراة ما بين شيفيلد وارسنال، والشوط الاول انتهى بتقدم شيفيلد يونايتد 1-0 على نادي ارسنال. ارسنال قدامه فرصة كبيرة جدا ان بالمباراة دي لو فاز يقدر ان هو يصعد او يتقدم الى المركز الثالث. طيب تعالوا بقى نروح لترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجوله السابقه، علشان نروح ونشوف مع حضراتكم الجولات القادمه او الجوله القادمه ابرز لقاءاتها. ليفربول متصدر البطوله ب 25 نقطه، يليه فريق مانشستر سيتي ب 19 نقطه، اما ليستر في المركز الثالث 17 نقطه، وتشيلسي في المركز الرابع 17 نقطه، ارسنال في المركز الخامس 15 نقطه. لو ارسنال فاز على شيفيلد في المباراة اللي بتقام حاليا هيصعد للمركز الثالث عشان يحل محل ليستر سيتي، اما لو ارسنال اتعادل فهيفضل في المركز الخامس ب 16 نقطة، اما
طبعا لو خسر هيفضل ايضا في مكانه ب 15 نقطه في المركز الخامس. نروح للجولات القادمه في الدوري الانجليزي علشان نفكر حضراتكم بالمواعيد، والبدايه طبعا بتكون من يوم السبت. السيتي امام استون فيلا في مباراه الساعه 1:30 بتوقيت القاهره، بيرنلي امام تشيلسي الساعه 6:30. دي ابرز المواجهات ليوم السبت. يوم الاحد مباراه ارسنال امام كريستال بالاس الساعه 6:30، اما في نفس التوقيت يوم الاحد 27 اكتوبر مباراه قمه في الدوري الانجليزي او قمه الاسبوع العاشر ما بين ليفربول وتوتنهام، وليفربول عنده لقاءين صعبين جدا، سواء المباراه اللي جايه امام فريق توتنهام او المباراه اللي بعد توتنهام هي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي في ملعب الانفيلد. واخيرا يوم الاحد اخر جولات الاسبوع العاشر نورويتش سيتي في طبعا مباراه قويه امام فريق مانشستر يونايتد. دي ابرز المواجهات في الدوري الانجليزي. نروح لجدول هدافي الدوري الانجليزي ونتابع ونشوف مين متصدر المسابقه. طبعا تامي ابراهام لاعب تشيلسي عنده 8 اهداف يتساوى معاه سيرجيو اجويرو، الاثنين بعاد تماما عن التهديف في الجولات الاخيره. سيرجيو اجويرو ب 8 اهداف واوباميانج في المركز الثالث ب 7 اهداف، اما رحيم ستيرلينج 6 اهداف يتساوى معاه جيمي فاردي 6 اهداف وتيمو بوكي لاعب نورويتش ب6 اهداف. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم الدوري الانجليزي بماتشاته بترتيبه بهدافي، وطبعا هنروح لدوري اخر وهو الدوري الاسباني علشان نتابع مع حضراتكم نفس الاحداث ونفس النتائج. والبدايه طبعا من نتائج الجولات السابقه، ايبار بيخسر من برشلونه 3-0 و برشلونه بيقدر ان هو يصعد الى قمه الدوري الاسباني بعد انتهازه لفوز ريال مايوركا على ريال مدريد ب1-0 في مباراه كانت غريبه وعجيبه بالنسبه لفريق ريال مدريد. اما اتلتيكو مدريد بيتعادل في مباراه قويه مع نادي فالنسيا في الدوري الاسباني. دي كانت ابرز المواجهات في الاسبوع الماضي والاسبوع التاسع من الدوري الاسباني. نروح معاكم لجدول الترتيب بعد النتائج اللي حضراتكم شفتوها. برشلونه في المقدمه ب 19 نقطه، ريال مدريد في المركز الثاني 18 نقطه، غرناطه في المركز الثالث ب 17 نقطه، وريال سوسيداد في المركز الرابع ب 16 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الخامس ب 16 نقطه. عجبني جدا شكل الدوري الاسباني الموسم الحالي، كل الفرق قريبه من بعض، شفنا فرق جديده لاول مره بنشوفها في المنافسه زي طبعا غرناطه وزي ريال سوسيداد. واكيد طبعا في فرق كتيره في الدوري الاسباني مستواها غير السنين السابقه، وده بسبب التدعيمات والتطور اللي الفرق بتمر بيه خلال الموسم الحالي. نروح للجوله القادمه في الاسبوع العاشر من مواجهات الدوري الاسباني ونتابع مع حضراتكم ابرز المواجهات. برشلونه امام ريال مدريد، دي مواجهه خلاص اتاجلت رسميا علشان تكون في شهر ديسمبر، واحكي لحضراتكم يعني واقعه طريفه جدا او واقعه يعني تبين قد ايه الناس دي بتشتغل والناس دي عندها وعي كبير. لكن بعد ما اخد لحضراتكم جدول او ماتشات الجوله اللي جايه، لجناس امام ريال مايوركا يوم السبت، وبلد الوليد امام ايبار يوم السبت، واتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو يوم السبت 26 اكتوبر، واخر مواجهات هتكون يوم الاحد ما بين سيلتا فيجو وريال سوسيداد. طبعا يعني هنروح لهدافي الدوري الاسباني، وهرجع لحضراتكم علشان اتكلم معاكم في واقعه تاجيل مباراه ريال مدريد وبرشلونه، واحكي لحضراتكم الكواليس والاحداث اللي حصلت بالظبط. طبعا لورينزو مور لاعب ريال بيتيس هو متصدر هداف الدوري الاسباني ب7 اهداف، بعديه جيرارد مورينو لاعب فيا ريال 6 اهداف، بيتساوى معاه كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 6 اهداف، ولويس سواريز في طبعا المركز الرابع لاعب برشلونه ب5 اهداف، وفاريخو لاعب فالنسيا ب5 اهداف، وماكسيماليانو جوميز لاعب فالنسيا ب4 اهداف. طيب عايز بس ارجع مع حضراتكم علشان اتكلم مع حضراتكم شويه عن تاجيل مباراه ريال مدريد وبرشلونه. طبعا كلنا طبعا تابعنا الاحداث الاخيره اللي حدثت في مدينه برشلونه واقليم كاتالونيا والمشاكل اللي حصلت قبل كده عن انفصال او طلب
من اقليم كاتالونيا بالانفصال عن اسبانيا بشكل عام، وان هم يكونوا دوله مستقله في الوقت اللي اسبانيا رفضت فيه تماما، وكان فيه بعض المظاهرات، والمظاهرات دي كانت من سنه وسنتين فاتوا، وبالتالي حصل حكم على 9 زعماء من اقليم كاتالونيا، الزعماء الكبار جدا اللي بيعتبروهم الكاتالونيين احد اهم واكبر الزعماء، وبالتالي الامر اللي ما عجبش سكان مدينه او اقليم كاتالونيا، وبالفعل وبالفورا قاموا ببعض المظاهرات اللي في الوقت اللي كان تقام فيه كلاسيكو مهم جدا، كلاسيكو الارض ما بين برشلونه صاحب الارض وريال مدريد اللي هيكون موجود في مدينه برشلونه، لكن طبعا حدثت بعض الاختلافات، وبالتالي رابطه الليجا الاسبانيه ورابطه الدوري الاسباني للمحترفين رمت الكوره في ملعب الفريقين وقالت لهم تحددوا موعد تاني بالاتفاق في موعد محدد، يعني هنديكوا 3 4 تواريخ تحددوا انتوا الاثنين ميعاد تلعبوا فيه ماتش الكلاسيكو، لو ما اتفقتوش لحد تاريخ معين انا اللي هيكون ليا الحق ان انا احدد المباراه. وبالتالي الفريقين على ما اعتقد وعلى ما اتذكر انهم اتفقوا على 18 ديسمبر مباراه برشلونه وريال مدريد في الدوري الاسباني، كانت لهم فكره كده عبقريه بس طبعا رفضوا، علشان في نظام مهم جدا موجود في كل الدورات العالميه ان المباراه دي يتم تبديلها. الجوله الدور الاول تكون في سانتياغو برنابيو والجوله الثانيه تكون في الكامب نو، الامر طبعا رفضوه او رفضته اداره برشلونه ورفضته ايضا اداره ريال مدريد، وقالوا ان المباراه الاولى كده كده هتقام في كامب نو في برشلونه والمباراه الثانيه كده كده هتكون في سانتياغو برنابيو، وبالتالي الفريقين اتفقوا على ميعاد بكل احترام وبكل ادب، مفيش بقى خناقات، مفيش صراعات، مفيش تليفونات، مفيش مداخلات، مفيش بقى يعني كلام والفاظ والحاجات اللي حضراتكم بقى كده متابعينها في الفترات الاخيره في كل حته على السوشيال ميديا وفي التلفزيونات وفي الصحافه وفي الناس كلها، لما بيكون في رياضه وبيكون في تنافس وبيكون في اختلاف الموضوع بيكون بشكل ودي وبشكل محترم وبشكل يليق بتاريخ اكبر او من اكبر الانديه اللي موجوده في اوروبا واللي دايما بنستمتع بيهم سواء في الدوري الاسباني او في بطولات اوروبا. ده بالنسبه للدوري الاسباني وواقعه تاجيل مباراه برشلونه وريال مدريد. نروح ونطير الى الدوري الايطالي ونعرف نتائج الجولات السابقه من الدوري الايطالي، و دايما الدوري الايطالي يعني بقى قوي جدا وبقى يمتعنا، لكن شويه عليه عقبال ما يقدر يحصل سفينه يوفنتوس. والبدايه من نابولي يفوز على هيلاس فيرونا 2-0، يوفنتوس بيفوز 2-1 على بولونيا، وساسولو بيخسر 3-4 امام انتر ميلان في مباراه ممتعه. سامبادوريا بتعادل سلبيا مع روما بدون اهداف. الدوري الايطالي طبعا واضح ان هو مولع جدا جدا جدا. نطير ونروح ونشوف جدول الترتيب بعد الجولات الاخيره والصراع ما بين اليوفنتوس والانتر. يوفنتوس في المقدمه ب 22 نقطه، فارق نقطه وحيده فقط ما بين يوفنتوس والانتر اللي موجود في المركز الثاني ب 21 نقطه، المركز الثالث 17 نقطه فريق اتلانتا اللي عنده مباراه مهمه مع مانشستر سيتي في دوري الابطال في ملعب السيتي. اما المركز الرابع نابولي 16 نقطة، وكالياري في المركز الخامس 14 نقطة، نفس الكلام بالنسبة للدوري الإيطالي، أتلانتا وكالياري موجودين في المنافسة، وده بيدل على قوة الدوري الإيطالي في النسخة الحالية، وده شيء أعتقد أنه هو مهم جدا جدا وأكيد بيفيد كرة القدم العالمية بشكل عام، وأكيد نشوف لعيبة جديدة في الدوري الإيطالي. تعالوا نروح لهدافي أو للجولات القادمة من الدوري الإيطالي. الجولة التاسعة زي ما حضراتكم عارفين الدوري الإيطالي بيبدأ متأخر شوية بعد الإنجليزي وبعد الأسباني، وبالتالي متأخر جولة واحدة فقط علشان تكون مباريات الجولة التاسعة. طبعا ليتشا هيلاعب يوفنتوس يوم السبت 26 أكتوبر، إنتر ميلان أمام بارما يوم السبت أيضا الساعة 6، ويوم الأحد سبال هيلاعب نابولي وروما وميلان في لقاء قمة الأسبوع التاسع في الدوري الإيطالي الساعة 7 بتوقيت القاهرة، روما على ملعب الأولمبيكو هيلاقي فريق ميلان بعد تعثره في الفترات الأخيرة. ميلان يا جماعة ده تاريخ كبير جدا جدا، لكن هنعمل إيه بقى في زمن الفلوس هي اللي بتتكلم فيه. بعد نروح لقائمة الهدافين للدوري الإيطالي ونعرف مين هو متصدر الدوري، وكالعادة هو مستحوذ ومتصدر للموسم الماضي والموسم الحالي. إيموبيلي لاعب لاتسيو ب9 أهداف، فارق 3 أهداف عن بيراردي لاعب ساسولو اللي عنده 6 أهداف، أما زاباتا بيتساوى مع بيراردي لاعب أتلانتا في المركز الثالث، أما لوكاكو في المركز الرابع ب5 أهداف، ولويس موري لاعب أتلانتا 5 أهداف، وأخيرا إيدن جيكو لاعب روما ب4 أهداف. دي كانت يعني جولة سريعة جدا في الـ3 دوريات
الانجليزي والاسباني والايطالي، عرفنا مع حضراتكم نتائج وفكرناكم بالجولات السابقه وايضا بجدول الترتيب وايضا بهدافي الدوريات. طبعا ده الوقت الحالي اللي عشان ننتقل فيه من قائمه او ننتقل فيه من احداث الدوريات الى فقره نجم الاسبوع. نجم الاسبوع زي ما حضراتكم متعودين هكرر نفس يعني نفس الجمل او نفس الكلام اللي بقوله كل حلقه علشان اللي ما اتفرجش يبقى بيتفرج ويعرف احنا ليه بنختار فقره نجم الاسبوع واحد من اساطير كره القدم العالميه اللي دايما كان بيمتعونا سواء بالاسيست او بالاهداف او بالمهارات اللي كان بيأديها جوه الملعب. نجمنا هو واحد من اساطير الكره الايطاليه، واحد من اساطير اليوفنتوس اللي تالق في اليوفنتوس وتالق مع منتخب ايطاليا، ابدع وتالق في ملاعب الكره الايطاليه، ألساندرو ديل بيرو واحد من اعظم لاعبي كره القدم اللي لمسوا الكره بشكل عام. طبعا مهاره، رشاقه، لياقه، مرونه، تحركات، ضربات ثابته، كل شيء كان بيجتمع في ألساندرو ديل بيرو، اللاعب اللي ابدا لن يتخلى عن السيده العجوز اليوفنتوس، احد اعرق واعظم الانديه اللي موجوده في ايطاليا، تالق معها، احرز معها العديد من البطولات سواء في الدوري سواء دوري او كاس، ايضا تالق مع منتخب ايطاليا وحقق العديد من الانتصارات والبطولات مع المنتخب الايطالي. هنروح نتمتع ونستمتع بجزء بسيط جدا من امكانيات ومهارات ألساندرو ديل بيرو، واحد من امتع واحسن اللعيبه اللي كانوا موجودين في تاريخ كره القدم الايطاليه والعالميه، تالق مع اليوفنتوس ومع منتخب ايطاليا، نشوف جزء من تالقه ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. ألساندرو ديل بيرو واحد من امتع اللعيبه زي ما حضراتكم شفتوا انه تابعتم، تالق مع اليوفنتوس وتالق مع منتخب ايطاليا، وكان يستحق مننا ان احنا نختاره كنجم الاسبوع او نجم تاريخي علشان نفكر كل الساده المشاهدين واللي دايما ممكن ما يكونش ليهم حظ ان هم تابعوا نجوم زي ديل بيرو زي اللعيبه اللي بنجيبها لحضراتكم كل حلقه. طبعا نفكر حضراتكم تاني اللي عنده يعني نجم حابب ان هو يكون موجود معانا في الحلقه اللي جايه، يا ريت يبعت لنا على صفحه النادي او قناه النادي الاهلي على الفيسبوك او تويتر او حتى تويتر وفيسبوك الخاصين بيا عمر ربيع ياسين، وان شاء الله نجمه يكون موجود معانا الحلقه اللي جايه. هنروح نفكر حضراتكم بماتشات دوري الابطال اللي هتنطلق بكره وبعده ان شاء الله، وجولات مهمه جدا وجولات هتكون قويه، وزي ما قلت لحضراتكم جولات ممكن تشهد استقالة مدير فني هو زين الدين زيدان وايضا تعيين مورينيو. هل الكلام ده صح ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه قدام حضراتكم دلوقتي، هنعلن او حضراتكم هتتابعوا ابرز المواجهات في جولات دوري الابطال سواء يوم الثلاث بكره ان شاء الله او بعد بكره الاربع، والبدايه طبعا هتكون من ماتشات دوري الابطال هقول لحضراتكم لحد ما تنزل على الشاشه. بكره ان شاء الله الجولات في الساعه 7 الى 5 جولتين. طبعا في البدايه اياكس وتشيلسي الساعه 7 الى 5 ولايبزيج وزينت سان بيترسبرج الساعه 7 الى 5، لكن هقول لحضراتكم زي ما مكتوب قدامكم على الشاشه علشان ما نتلخبطش من بعض، اتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن اولى الجولات اللي هتكون يوم الثلاث ان شاء الله، انا هبدا مع حضراتكم الثلاث لكن انا بدات معاكم من يوم الاربع، لكن يوم الثلاث اتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن الساعه 7 الى 5 وشختار ودينامو زغرب ايضا في نفس التوقيت 7 الى 5 علشان تنتهي هذه اللقاءات ونبدا من الساعه 9 بلقاءات قويه اخرى، وكلوب بروج وباريس سان جيرمان الساعه 9، يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الساعه 9، وطبعا مواجهات تانية لسه مستمرين معاها، السيتي أمام فريق أتلانتا الساعة 9، توتنهام هوتسبيرز أمام طبعا النجم الأحمر سوربي الساعة 9، وأولمبياكوس وبايرن ميونخ الساعة 9، وأخيرا جالاتا سراي وريال مدريد الساعة 9. نروح لجولات يوم الأربع من دوري الأبطال، لايبزيج وزينت سان بيترسبرج الساعة 7، أياكس أمستردام وتشيلسي، وأقوى لقاءات الجولة الحالية من دوري الأبطال، وسلافيا براغا مع برشلونة الساعة 9، وإنتر ميلان في مباراة أيضا هي القوية الأخرى الثانية مع مباراة أياكس وتشيلسي، إنتر أمام مباراة قوية أمام بروسيا دورتموند الساعة 9 في إيطاليا ملعب السانسيرو، و
طبعا زي ما حضراتكم شايفين جنك هيلاعب فريق ليفربول و ريد بول سالزبورغ امام فريق نابولي و ليل امام طيب مش واضح امام فالنسيا وبنفيكا امام ليون في اخر الجولات يوم الاربع 23 اكتوبر الساعه 9. طيب كده يكون خلصنا مع حضراتكم ابرز المواجهات القادمه في بطوله دوري الابطال. نروح بقى لاغلفه الصحف العالميه ونتابع الصحف العالميه كاتبه ايه وازاي تابعت احداث الجولات السابقه من الدوريات وايضا شايفه ازاي الجولات القادمه من بطوله دوري ابطال اوروبا والبدايه من اسبانيا. نروح لاسبانيا ونشوف اول الصحف وهي صحيفه ماركا وطبعا اكيد الكلام كله عن مواجهه ريال مدريد وجلاتا سراي بدوري ابطال اوروبا واللي دايما واللي هتحدد ملامح ريال مدريد وامال الجماهير على هازارد. زي ما حضراتكم شايفين هازارد موجود على غلاف جريده ماركا وده بيدل على ان الامال والطموحات اللي جمهور ريال مدريد حاططها على ايدن هازارد. طبعا كمان الشوط الجزائي اللي في عقد رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لقياده برشلونه في حاله رحيل فالفيردي. وايضا صحيفه ماركا بتتكلم وبتقول انه نهائي هازارد ريال مدريد تعاقد معك للفوز بهذه المباريات. جماهير ريال مدريد دايما بتنتظر النسخه الافضل من هازارد في اسطنبول وتوني كروس تعافى في الوقت المناسب لكن مودريتش وبيل ولوكيز فاسكيز يغيبوا عن المواجهه وانا شايف ان المواجهه صعبه جدا جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد. نروح لموندو ديبورتيفو ونشوف العنوان اللي كاتبينه كومان الحد في مارس. طبعا الموعد النهائي لتنفيذ شرط الرحيل عن المنتخب الهولندي للذهاب الى برشلونه في عام 2020. رونالد كومان لديه عقد مع هولندا حتى عام 2022 وينتهي عقد فالفيردي هذا الموسم ويمكن تمديده حتى عام 2021. هنشوف هل كومان هيكون في القياده الفنيه لفريق برشلونه من الموسم القادم ولا لا ولا فالفيردي هيكون موجود على كل قلب مشجع برشلوني في الموسم اللي جاي. طيب نروح لسبورت ونشوف كاتبين ايه وطبعا ام اس جي وميسي وسواريز وجريزمان الثلاثي زي ما كان فيها الام اس ان فيها الام اس جي. طبعا جريده سبورت بتقول ان اداء روعه من الثلاثي لعبوا خلال 277 دقيقه شاركوا فيها مع بعض على ارض الملعب سجلوا 5 اهداف وصنعوا 3. ده بالنسبه للام اس جي ميسي وسواريز وجريزمان. نطير ونروح لايطاليا علشان نشوف الاحداث والاخبار اللي موجوده في ايطاليا والصحيفه لجازيتا ديلو سبورت الايطاليه. طبعا الكلام كان على انتر ميلان وضغطه على فريق يوفنتوس المتصدر بعد فوز يوفنتوس بعد فوز انتر ميلان على ساسولو 4-3 في الكالتشيو. طبعا لجازيتا كاتبة العنوان الرئيسي انتر ميلان ينظر لثنائيه لوكاكو ولوتارو ورد مجنون على من انتر على ليفنتوس وتقليص الفارق لنقطه واحده لوكاكو ولوتارو وعرض الثنائيات لكن انتر خاطر باعاده ساسولو للقاء بعد ما كانت النتيجه 4-1 وانقلبت 4-3 وكالعاده انطونيو كونتي غاضب جدا من النتيجه. النينجا يسجل هدفا اوروبيا ويهدي الهدف لزوجته المريضه. النينجا طبعا يانجلان وبيولي وتعادل مرير وطبعا ليتشي يصعق ميلان في الدقيقه 92 ودي كانت المفاجاه بالنسبه لكل عشاق الدوري الايطالي ان ليتشي يعني يقدر ان هو يتعادل مع الميلان في مباراه كانت على ملعب السانسيرو في الدقيقه 92. نروح لكوريري ديلي سبورت الايطاليه اللي كاتبه عنوان كبير طبعا لوكاكو هو من يتصدر العنوان الرئيسي كاتبه لوكاكو ثنائيه من روميلو ومارتينيز انتر يقلص الفارق مع يوفنتوس لنقطه واحده وكونتي يفوز في ساسولو ويفقد صبره بعد تسجيل اصحاب الارض 3 اهداف. طبعا كالياري باهداف النينجا نيانجولان وفارجو فازوا على سبال وصعدوا للمركز الخامس ويمكن ان يرى اوروبا في الموسم القادم ده لو قدر ان كالياري يفنش الموسم في التوب 5. رونالدو يريد الكره الذهبيه السادسه وطبعا النهارده كان في اعلان هنقوله لحضراتكم في فقره الاخبار عن المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم المقدمه من فرانس فوتبول واللي اسمها بالون دور وكريستيانو بالكره السادسه يريد ان يتخطى ليونيل ميسي. صحيفه التوتو سبورت الايطاليه ايضا كاتبه عنوان رونالدو يستمتع وساري لا
نمط يوفنتوس الجديد يسعد الدون البرتغالي المدرب غير سعيد من عدم الانتهاء وقتل المباريات لتسجيل العديد من الاهداف. كنت يتغلب على ساسولو 4-3 وليتشي يصعق ميلان في الدقيقه 92. نروح لانجلترا ونشوف الصحف الانجليزيه كاتبه ايه بعد التعادل ما بين ليفربول ومانشستر. طبعا صحيفه مترو زي ما حضراتكم شايفين ان كلام طبعا ان سيطره مانشستر يونايتد على المباراه، ولكن ليفربول بيفوز او ليفربول بيحرز هدف التعادل وبيخطف نقطه ثمينه جدا من ملعب الاولد ترافورد. من ضمن الاخبار اللي موجوده طبعا ان حرب الفار تشعل الصحف الانجليزيه. طبعا مترو كمان متكلمه على ان طبعا يعني مباراه مانشستر وليفربول اللي اتلعبت امبارح اتنشرت فيها صوره لمدربي الفريقين طبعا سولشاي ويورجن كلوب، وكتبت في عنوانها الرئيسي حروب الفار، في اشاره الى غضب ليفربول من هدف اليونايتد بعد التغاضي عن خطا تم ارتكابه ضد ديفوك اوريجي مهاجم الريدز. طبعا مترو كمان كاتبه ان كلوب غاضب من تجاهل الغاء هدف مانشستر يونايتد، بينما دافع سولشاي المدير الفني لليونايتد عن القرار وعن الفار. صحيفه ذا سان كمان كاتبه ان تعادل مانشستر وليفربول 1-1 في كلاسيكو الدوري الانجليزي الممتاز هجوم يورجن كلوب على تقنيه حكم الفيديو، وكتبت كلوب ضحيه ازمه تقنيه الفيديو بعد نهايه سباق ليفربول نحو رقم قياسي. وايضا رئيس مانشستر صرح وقال الوقت المناسب لرحيل اد. طيب كده خلصنا مع حضراتكم فقره الصحف العالميه. طبعا يعني تابعنا معاكم انجلترا واسبانيا وايطاليا وابرز الصحف والعناوين. جه وقتنا دلوقتي مع المباراه التاريخيه، المباراه التاريخيه في دوري المجموعات من كاس العالم سنه 1982، سنه 1982 المباراه الشهيره ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب البرازيلي واللي انتهى بفوز منتخب ايطاليا 3-2 وهي بطوله باولو روسي. باولو روسي اللي اكيد طبعا الجيل القديم اللي تابع بطوله كاس العالم وعارف باولو روسي، ان باولو روسي كان متورط في قضيه مراهنات وبالتالي كان موجود في الوقت الحالي في السجن الايطالي. علشان كده دي بطولة باولو روسي، باولو روسي تألق فيها بشكل كبير جدا وقدر انه يقود منتخب ايطاليا للفوز ببطولة كأس العالم، وأيضا كمان يفوز بمباراة مهمة أمام المنتخب البرازيلي 3-0 مقابل لا شيء علشان يسجل هاتريك في هذه المباراة. مباراة كانت ممتعة جدا، جيل عظيم جدا من الفريقين سواء منتخب البرازيل أو المنتخب الإيطالي، لكن دايما لما نعيش المباراة ونشوفها بعد يعني فترة كبيرة جدا جدا هنشوف فرق الكواليتي في التصوير وفرق الإمكانيات، لكن دايما كرة القدم أبدا محدش يختلف أبدا على أن كرة القدم في الوقت السابق كان فيها مهارات كبيرة جدا وتألق من كل اللعيبة اللي كانوا موجودين، كان عندهم مميزات قوة وسرعة ومهارة ودايما كان عندهم روح رياضية الأهم من كل ده، واللي دايما بنربي عليه الأجيال اللي طالعة دايما تتعود ان كره القدم لعبه تنافس وليست خصومه، بيكون موجود فيها روح رياضيه. علشان كده جبنا لحضراتكم المباراه الاعظم من ضمن افضل 10 مباريات اعتقد في تاريخ كره القدم، البرازيل وايطاليا وفوز منتخب ايطاليا 3-2 على منتخب البرازيل 3 أهداف لباولو روسي، واللي هكمل لحضراتكم حكايته وحكايه المنتخب الايطالي بعد ما نستمتع بجزء بسيط من المباراه والاهداف وبعض الهايلايتس من المباراه ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح ل فقرة الأخبار ونتابع معاكم آخر الأخبار الموجودة على الساحة العالمية، والبداية من فرانس فوتبول بتكشف العشرة الأوائل المرشحين للكرة الذهبية. زي ما قلت لحضراتكم هم 30 لاعب هيكونوا المرشحين، أول بأول بينزل عدد من اللعيبة زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم. طبعا امبابي، ألكسندر أرنولد، فان دي بيك، وأوباميانج، وتير شتيجن، دول 5 لعيبة في الاول. الخمسه اللي بعديهم ساديو ماني، جويرو، ديونج، ولوريس، وتاديتش. طبعا القائمه زي ما بقول لحضراتكم فيها 30 لاعب، عرضنا لحضراتكم ال 10 لعيبه الاوائل، ويعني هيتم كمان الاعلان عن 20 اسم اخرين في يعني الساعات القادمه، واكيد طبعا ان شاء الله محمد صلاح هيكون واحد من ضمن الافضل 30 لاعب موجودين في العالم علشان يتم اختيار افضل لاعب منهم. لكن انا بقول لحضراتكم ان الاخبار اللي موجوده ممكن تقول ان ليونيل ميسي ورونالدو هم الاثنين الاقرب، وممكن نقول ان ميسي ده الكلام اللي بيقال مش كلامي انا، وبالتالي بنقل لحضراتكم وجهه نظر الصحافه العالميه.
نروح للخبر الثاني. مانشستر يونايتد يهدد خطة بايرن ميونخ بتحرك شتوي، وطبعا اليونايتد بيحاول ان هو يدعم خطوطه او خط هجومه تحديدا في الفترة المقبلة، وعينه على احد اهداف بايرن ميونخ في سوق الانتقالات. ده على مسؤولية صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية، ان اليونايتد طبعا بيحاول يتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيك على رأس قائمة اولوياته، وان الولد او اللاعب عنده 23 سنة وعقده ينتهي مع لايبزيك في عام 2023. طيب بورنموث يمدد عقد حارس، اعلن نادي بورنموث اليوم الاثنين تمديد عقد حارس مرمى لفتره طويله بعد ما ظهر بمستوى طيب مع بورنموث في الموسم الحالي بالدوري الانجليزي الممتاز. الحارس عنده 21 سنه وانضم الى نادي بورنموث للشباب تحت 21 سنه في 2017 قادما من شيفيلد يونايتد قبل عرضه الى ويمبلدون في الموسم الماضي. ريال مدريد يدخل منافسة مزدوجة مع مانشستر يونايتد. تقارير صحفية، ريال مدريد مستعد لإبرام صفقة كبرى مزدوجة في الفترة المقبلة رغم المنافسة الشرسة مع مانشستر. وقالت صحيفة الديلي ميل إن ريال مدريد بيستهدف التعاقد مع الإنجليزي سانشو نجم بروسيا دورتموند واللي تألق طوال الفترة الماضية منذ انتقاله من السيتي إلى أسود الفيستيفال في عام 2017 مقابل 8 مليون جنيه استرليني. روما يعتذر للاعب سامبدوريا على العنصرية، وزي ما حضراتكم عارفين العنصرية في ملاعب إيطاليا لا تنتهي أبدا. نادي روما قدم اعتذاره لرونالدو فييرا لاعب وسط سامبدوريا بعدما تعرض لإهانة عنصرية من قبل جماهير الذئاب خلال تعادل الفريقين بدون أهداف يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. فييرا طبعا فييرا لاعب طبعا سامبدوريا تم استهدافه بعبارات عنصرية قبل أن تحذر الإذاعة الداخلية بالإستاد الجماهير من إيقاف المباراة حال استمرت الهتافات. روما بقى قال إيه؟ قال نعتذر لرونالدو فييرا عن العنصرية التي عانى منها، والنادي أبدا لا يتسامح مع أي نوع من العنصرية، وسيدعم السلطات في تحديد المسؤولين عن إطلاق هذه الهتافات ضد اللاعب ومن ثم حظرهم. سان جيرمان يزايد على ريال مدريد في صفقة إريكسون. كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن باريس سان جيرمان ينوي المزايدة على ريال مدريد في صفقة الدنماركي كريستيان إريكسون لاعب وسط توتنهام، وكانت العديد من التقارير قالت أن إريكسون في طريقه إلى ريال مدريد سواء في شهر يناير المقبل أو عقب نهاية الموسم. راشفورد بعد القمة هدرنا فرصة كبيرة. ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد أكد أن فريقه قام بما يكفي للفوز على ضيفه ليفربول اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. راشفورد أن الحظ لم يقف بجوار ناديه ليكتفي بالتعادل 1-1 مع الفريق الضيف، وقال راشفورد اللي أحرز هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة 36 من عمر المباراة قال طبعا إن كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث، أنه يعتقد أن ليفربول لم يبذل الجهد اللازم للحصول على نقطة التعادل أو الفوز بالمباراة، ولكن هذه هي كرة القدم. مانشستر سيتي يضع خطته لحماية ستيرلينج من ريال مدريد. طبعا صحف إيطالية قالت أن السيتي بيحاول أنه يحمي نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج بعقد قيمته الأسبوعية 450 ألف جنيه استرليني، طبعا يتخطى به كيفن دي بروين اللي عقده 350 ألف. ستيرلينج عنده 24 عام، عقده ينتهي في موسم 2022-2023 يعني بعد 3 مواسم، لكن التمديد ده بسبب طبعا تفضيل او استقرار الفريق ومزيد من الانتصارات في المسابقات والبطولات القادمه. مدير دورتموند يوضح حقيقة التفاوض مع كلوب. علق مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند على الانتقادات اللي طالت هانز يوكيم الرئيس التنفيذي للنادي بعد تعليقات بشأن يورجن كلوب مدرب ليفربول، وتعرض المدير التنفيذي لهذه الانتقادات من بعض لاعبي الفريق السابقين بعد حديثه في كتاب أصدره مؤخرا عن رغبته في إعادة كلوب للفريق عام 2017 دون مراعاة وجود المدرب السويسري لوسيان فافر. طبعا ده كان كمان خلال ظهوره في قناة زد دي اف الألمانية، قال فيها الجميع يعلم قيمة ومكانة كلوب الكبيرة هنا، لكن هذا ليس له علاقة بالمدرب الحالي. يوفنتوس يفضل بيع أمري كان إلى عملاق إنجليزي. تقارير صحفية فرنسية قالت أن يوفنتوس يفضل انتقال لاعبه الألماني أمري كان إلى عملاق إنجليزي، وبحسب موقع لتن سبورت الفرنسي يوفنتوس يرغب في رحيل كان إلى أولد ترافورد ضمن مساعي البيانكونيري لاستعادة بول بوجبا من الشياطين الحمر،
انضم امريكان الى اليوفنتوس مطلع الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وشارك في 29 لقاء بالدوري الايطالي، سجل 4 اهداف وصنع هدف وحيد. لو انتقل الى مانشستر اعتقد ان كل جماهير ليفربول هتنسى كل اللي عمله امريكان مع فريق ليفربول. طبعا بنتكلم في درومديجيف مدربا جديدا لمنتخب بلغاريا، طبعا نائب الرئيس الاتحاد البلغاري لكره القدم ليتشكوف، اعلن المدرب الفريق الجديد للمنتخب البلغاري هو المدير الفني السابق لفريق صوفيا، طبعا وده هيتولى مسؤوليه تدريب المنتخب الاول لمنتخب بلغاريا. طبعا درومونداجيف طبعا بيتولى القياده بدلا من كراسيمير بالاكوف اللي استقال قبل ايام بعد هزيمه ثقيله على ارضه بسداسيه دون رد امام انجلترا، ودي كانت اكبر هزيمه بالنسبه لمنتخب بلغاريا على ملعبه وسط جمهوره. ليتشكوف قال ان جورجي درومديجيف هيبقى المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا، هيقع العقد غدا الثلاثاء بالنسبه لمنتخب بلغاريا. لعنه الاصابات تطارد لاعبي روما، صحيفه الجازيتا دو سبورت الايطاليه قالت ان لعنه الاصابات ما زالت تلاحق لاعبي فريق روما. طبعا الفريق بيواجه خطر افتقاد خدمات نجمه كريستانتي حتى نهاية العام الجاري بعد معاناته من إصابته قد تجبره على خضوع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت الصحيفة إن كريستانتي لاعب وسط الفريق يعاني من مشكلة في العانة قد يجري بسببها عملية جراحية، مشيرا إلى أنه لديه لدى خضوعه لها سيغيب عن صفوف ذئاب روما حتى مطلع العام القادم 2020. كالينيتش أيضا مصاب، مهاجم الفريق عنده إصابة في الركبة، وإصابات كتيرة زي هنريك مختاريان وأوندر ودياوارا وزابا كوستا ولورينزو بيليجريني، دول إصابات موجودة في صفوف روما ممكن يغيبوا عنها الأيام القادمة. برشلونة يرحب بفكرة بيع كوتينيو إلى بايرن ميونخ، برشلونة بيفكر ببيع فيليب كوتينيو المعار إلى صفوف بايرن ميونخ رسميا إلى النهائي، إلى بيع نهائي إلى صفوف بايرن ميونخ بعدما لعب تألق في الفترة الأخيرة مع النادي الألماني. الأهلي يتصدر أعلى الأندية قيمة بأفريقيا والزمالك في المرتبة الثالثة، النادي الأهلي بيتصدر القارة الأفريقية من حيث قيمة لاعبيه التسويقية بقيمة 32 مليون يورو متفوقا بفارق 11 مليون يورو عن أقرب منافسيه نادي بيراميد صاحب المركز الثاني بقيمة 21 مليون يورو. ده على موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات. ونادي الزمالك في المركز الثالث وصلت قيمة نجومه إلى 20 مليون يورو بالتساوي مع نادي سان داونز الجنوب أفريقي، ثم النجم الساحلي التونسي بقيمة 19 مليون يورو، والوداد المغربي في المركز السادس بقيمة 18 مليون يورو، ثم الترجي التونسي في المركز السابع بقيمة 17 مليون يورو، والصفاقس في المركز الثامن. طيب ناخد اخر خبر علشان نروح لفقره الفيديوهات عشان الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعه جدا. عرض جديد من برشلونه لضم نيمار في يناير، نادي برشلونه بيجهز عرض مغريا لضم البرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان. خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله قام برشلونه بمحاولات مكثفه لاستعاده نيمار الى صفوف البلوجرانا الصيف الماضي، لكن مغالاه مسؤولي باريس سان جيرمان افسدت الصفقه. طيب كده خلصنا مع حضراتكم ابرز الاخبار اللي موجوده معانا في كرة القدم العام، ونروح معاكم لاخر فقراتنا هي فقرة الفيديوهات، والبداية دايما بتكون من اهداف الاسبوع او افضل اهداف الاسبوع. بنلف لحضراتكم في كل حتة موجودة في العالم، في الشارع، في كرة الصلاة، في دوري الهواة، وايضا بنتكلم على كل ما هو يمت بصلة للعب كرة القدم. نجيب لحضراتكم احلى واجمل الاهداف اللي موجودة في الاسبوع الماضي كله. تعالوا نروح ونشوف اجمل اهداف الاسبوع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. كنترول اختاروا التصدي اللي طبعا المدافع تصدى للكوره، يعني عايز اقول لحضراتكم بكل شجاعه وما خافش ابدا ان الكوره ممكن يعني تعمل له مشكله، وبالتالي يعني خلاص في انقسام ما بين يعني الفيديو الاول والثاني والثالث. بصراحه الثلاثه كلهم يعني فيهم شجاعه كبيره جدا و يعني مهارة من حارس المرمى ومن لاعبي خط الدفاع، وبالتالي الثلاثة بصراحة كلهم أجمل وأحلى من بعض. تعالوا نروح كده لشوية مهارات متنوعة نستمتع بيها ونتفرج عليها ونرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات، نخليكم معانا. طبعا الأسبوع الماضي ميسي تسلم الحذاء الذهبي السادس والثالث ليه على التوالي، في من طبعا تصدره هدافي
الدوريات العالمية ب 36 هدف علشان يكون على بعد 3 أهداف فقط من امبابي اللي كان موجود في المركز الثاني ب 33 هدف. ميسي طبعا يعني أكثر لاعب عنده حذاء ذهبي، لكن ميسي الحفلة دي كان موجود مع ولاده الاثنين مع تياجو وماتيو، كلنا عارفين طبعا ماتيو والحكايات اللي ميسي بيحكيها عن ماتيو، دمه خفيف جدا لما بيتعامل مع ميسي ودايما بيشجع اي فريق منافس ضد فريق برشلونه، لكن وجود تياجو كان مختلف من بدايه الحفله، وكان في فقره مهمه جدا وفقره كانت ليها علاقه برقصه افريقيه قبل تسليم الجائزه. طبعا رد فعل تياجو وماتيو كان يعني يضحك جدا، وكان دايما الصحافه والاعلام تناولوا نظراتهم وتناولوا كل ردود الافعال اللي عملوها في الحفله، علشان كده هنشوف ازاي ماتيو وتياجو مع ميسي تناولوا حفل الافتتاح وازاي سلموا ميسي جائزه الحذاء الذهبي للمره السادسه على في تاريخ ميسي والمره الثالثه على التوالي. تعالوا نشوف جائزه تسليم ميسي الحذاء الذهبي ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. كلنا اكيد فاكرين وعارفين بيتر تشيك، بيتر تشيك اعتزل كره القدم طبعا مسيره حافله من التالق مع تشيلسي ومع ارسنال، لكن بيتر تشيك بعد ما اعلن اعتزاله كره القدم بيرجع تاني من جديد. يا ترى بيرجع فين؟ بيرجع المره دي للعبه ايس هوكي او هوكي الجليد علشان يقود فريقه للفوز. تخيل حضراتكم بيتر تشيك مش قادر يعني يقعد بره منافسات الرياضه بشكل عام، فلما خلص كره القدم قال لما اخش مجال جديد واجرب حظي فيه وهو الايس هوكي او هوكي الجليد، وفعلا تالق فيه وقدر انه كالعاده ينجح في تصدي الكرات والكرات. لكن هنجيب لحضراتكم يعني اخر لقطات وتالق لبيتر تشيك مع ناديه ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. مع حضراتكم بسرعه جدا جدا ان شاء الله هنكمل معاكم فيديوهاتنا اللي دايما متعودين عليها الحلقه اللي جايه. نشوفكم دايما على خير يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله الساعه 9:30. خلصنا معاكم لكن لسه قناه الاهلي مكمله مع حضراتكم الساعه 11 ملك وكتابه، طبعا الاستاذ ابراهيم المنيسي والباشمهندس عدلي قيع في حلقه اكيد هتكون ممتعه على شاشه قناه النادي الاهلي. نشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.